وتقول إن امرأة تملك ذهبا وقد بلغ النصاب، فهل يجوز أن تدفع الزكاة إلى أخواتها البنات أو إلى زوجها، علما بأنه كبير في السن وليس لديه من المال إلا هذا الذهب الذي تملكه؟ نعم، يجوز أن تدفع إلى الزكاة لأخواتها إذا كنا فقيرات، وحد الفقر هو الاحتياج إذا لم يكن معهن ما يكفيهن. ويجوز أيضا أن تدفع إلى زوجها إذا كان فقيرا، كما النبي قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لزينب امرأة عبد الله بن مسعود عند أن قالت أيحل أن أدفع له زكاة صدقتي، فقال نعم.